السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير صحيح لاباس؟ كنتمنى تكونوا مزيان والامور ديالكم تكون مزيانه. مرحبا بكم في قناه مريم المتنوعه. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الصباغه طبيعيه باللون البني، كتعطينا واحد اللون بني زوين وفي نفس الوقت مفيده ومغذيه للشعر، وكتغطي لنا الشعر الابيض. غادي نحتاجو في المكونات جوج صفار ديال البيض، كنحتاجو قهوه سريعه الذوبان، وكنحتاجو الكاكاو المر. ديجا حاطه واحد الوصفه فيها صفار البيض مع قهوه سريعه الذوبان، حتى هي يعني كتعطي نتائج غير مع المداومه، كتعطي واحد اللون بني. رانا حاطاها في القناه، غنخليها لكم في صندوق الوصف. وهذه زدنا عليها الكاكاو المر، كنزيدو الكاكاو المر كيزيد يثبت لينا اللون. دابا البنات غادي نضيف قهوه سريعه الذوبان مع الكاكاو المر، كنضيفهم الصفار ديال البيض، ودائما الكميه البنات حسب طول وكثافه الشعر. غادي نخلطهم مزيان حتى يدوب ليا داك كاكاو المر مع قهوه سريعه الذوبان. وصفه البنات زوينه، يعني كتعطينا واحد اللون بني رائع رائع بزاف، خصنا غير نداومو عليها. كاين اللي غتخرج له من اول استعمال على حسب الشعر ديال كل وحده، واخا الشعر كيكون فاتح بعض المرات كتجربوا شي وصفه وما كتخرج لكمش من اول استعمال، يعني كلها والشعر ديالها. المهم هذه الصديقه ديالي من دارتها قدامي، يعني اللون ديالها بني فاتح بزاف وعطاتها اللون من اول استعمال، ولا عندها اللون بحال بني شوكولا. خلطوا البنات مزيان باش يتجانسوا لنا دوك المكونات ويطلقوا لنا مع صفار ديال البيض. الاخوات ديالي من بعد ما مزجت دوك المكونات كيف ما شفتوا معايا كنحصل على هذا القوام هذا بهذا الشكل هذا، وشوفوا اللون كيفاش كيولي عندنا. دابا الاخوات بالنسبه لطريقه الاستعمال كنطبقوها على الشعر ديالنا من الجذور الى الاطراف، كنملؤوا الشعر ديالنا كامل. وكاينه شي بنت بغات غير يعني كاينه شي بنت الشعر ديالها بني من التحت ومن المنطقه الاماميه عندها الشعر كحل، الا بغيتي يعني تفتحي غير المنطقه الاماميه من الشعر غادي تستعملي هذه الوصفه هذه باش يولي عندك لون واحد، يعني كيف المنطقه الاماميه مع الشعر ديالك. بغيتي تستعمليها في الشعر ديالك كامل يعني لك الاختيار، مهم كتطبقيه على شعرك. بغيتي المنطقه الاماميه بغيتي الشعر كامل، تملئي الشعر ديالك كامل وغادي تغطيه بواحد الغطاء بلاستيكي، غادي تخليه المده من 3 سوايع 4 سوايع 5 سوايع، بغيتي تباتي بها اللي بغيتي على حسب اللون ديال الشعر ديالك. صافي، وغادي تغسلي الشعر ديالك وغادي تشوفي النتيجه من اول استعمال. كيف قلت لكم البنت الشعر ديالها يعني فاتح وعطاتها واحد اللون بني شوكولا، يعني كله الشعر ديالها. وبالنسبه للبنات اللي الشعر ديالهم اسود دائما المداومه عاد تخرج لكم، يعني كتبدا تفتح اللون مع المده. وبالنسبه للشيب كاين اللي تخرج لهم من اول استعمال، كاين اللي مع المداومه على حسب الشعر وعلى حسب الشيب، واش مبكر ولا يعني كيكون بزاف على حسب الشعر ديال كل وحده. المهم كديروها مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع الا بغيتوا النتيجه اسرع. يعني انتم شفتوا المكونات ديالها سهله وبساطه وفي نفس الوقت يعني كترطب لنا الشعر ومفيده للشعر ديالنا، وما فيهاش الحنه. يعني اكثريه ديال البنات ما كتبغيوش الحنه في الوصفات الطبيعيه، وكاين شي وحدين كيبغيو الحنه، يعني على حساب. كاين شي بنات كيكتبوا لي مثلا في التعليق اختي واش ممكن نستغنى على الحنه وهذه، ولكن ديك الوصفه ما كتكون فيها الحنه، كنضيفوا على دوك الاضافات كتعطينا يا لون بني يا لون اكاجو على حساب. وكاين بعض الوصفات اللي بحال هكا ما فيهمش الحنه وكيعطيونا اللون بني، خصنا نصبروا عليهم ونداوموا عليهم. ودائما البنات كنقول لكم على حسب الشعر ديال كل وحده، يعني انا الوصفه كتكون مجربه 100% قدامي، هي فيا هي في الصديقات ديالي هي في الاخوات ديالي، كنجربها كنلقى فيها نتيجه كنبغي نشاركها معكم. وصفات ساهله ببساط في نفس الوقت كتغذيو الشعر ديالكم، وصفه طبيعيه الا ما نفعتكش ما تضركش دائما كنقولها. والبنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، تهلاو في راسكم بزاف بزاف وما تنساونيش باللايك ديالكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى بالبنات جداد الى زرتوا القناه وعجبتكم ما تنساوش الاشتراك فيها وتفعلوا الجرس باش توصلوا باي جديد. وطبعا فضلا وليس امرا، ومبروك وبشركم وتهلاو في راسكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.